وفر تجمع الشرقية الصحي برنامج الذكاء الاصطناعي لربط حالات الجلطات الدماغية بين 3 مستشفيات في المنطقة الشرقية، وذلك بهدف سرعة إنقاذ المريض المصاب بالجلطة الدماغية. لمزيد من التفاصيل معنا مباشرة من الدمام مراسلتنا شيماء الزهراني. شيماء، أهلا وسهلا بك معنا في نشرة النهار. كيف تتم الاستفادة من برنامج الذكاء الاصطناعي في هذا المستشفى وما هو دوره؟ نعم، برنامج الذكاء الاصطناعي يعمل الآن في المنطقة الشرقية في 3 مستشفيات، وهي مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، بالإضافة إلى مجمع الدمام الطبي، وأيضا مستشفى القطيف المركزي. سوف يكون برنامج يربط المستشفيات الثلاثة هؤلاء مع بعض. برنامج الذكاء الاصطناعي، وبما رأيناه في الفترة الأخيرة دخوله في عدة مجالات وحقق تطور أيضا في عدة مجالات، ودخوله في المجال الصحي سوف ينعكس بالتالي إيجابيا في سرعة استجابة المريض وتقليل المخاطرة. نتحدث أكثر عن تفاصيل ربط الذكاء الاصطناعي بحالة الجلطات الدماغية مع الدكتور بدر العنزي، وهو قائد مسار الجلطات الدماغية في تجمع الشرقية الصحي. أهلا فيك دكتور بدر. بداية، لو نتحدث عن أهمية ربط برنامج الذكاء الصناعي بالجلطات الدماغية. الذكاء الصناعي الآن حاليا هو في عدة مجالات، من ضمنها المجال الصحي، وهو مجال مهم أن يكون داخل فيه الذكاء الاصطناعي. حاليا علاج الجلطات جزء منها الذكاء الاصطناعي، بحيث أنه لما نعالج الجلطات بالطريقة الصحيحة تكون النتائج أفضل. لما تكون النتائج أفضل بشكل عام، يعني الفقدان المادي والمعنوي للأسر، وكذلك والفقدان المادي للمرضى يكون بشكل أقل كبير. يعني لذلك هو مهم في علاج الجلطات الذكاء الاصطناعي لاتخاذ الإجراء المناسب، وبالتالي سرعة التسريع علاج الجلطات في هذول المرضى اللي يحتاجون، بالذات في المناطق اللي هي تكون بعيدة عن السنتر أو بعيدة عن مركز العلاج. طيب دكتور، كيف يعمل هذا البرنامج بين 3 المستشفيات؟ هو المستشفيات هذه كلها يكون فيها البرنامج الذكاء الاصطناعي موجود في هذه المستشفيات، بحيث انه اي أشعة تصدر من هذه المستشفيات مختصة في الجلطات على طول تكون على السيرفر أو تكون على المنصة اللي هي مختصة في هذا الذكاء الاصطناعي، وبالتالي يعطينا الأشعة ويعطينا معلومات عنها كافية بحيث أن نحدد إيش نوعية المريض، وهل المريض يحتاج تدخل جراحي أو أن المريض يعني يحتاج تدخل فقط يعني بالعلاجات أو بالأدوية أو بالمذيب. طيب دكتور، برنامج الذكاء الصناعي بالتأكيد سيعمل على تقليص الوقت لإنقاذ المريض بين 3 المستشفيات، كيف إلى أي حد ممكن أن يتقلص هذا الوقت؟ الوقت طبعا هو في الوقت السابق سابقا كان ياخذ فترة طويلة للتحديد إذا المريض يحتاج تدخل سواء في المذيب أو المسيل أو يحتاج تدخل بالعلاج بالقسطرة. سابقا كان مثلا إذا كان المريض في المستشفى القطيف أو في مستشفى الدمام المركزي أو في أي مستشفيات التجمع الشرقية، بحيث أنه يعمل الأشعات في هذاك المستشفى وينقل لنا في التخصص، بحيث أن مستشفى الملك فهد التخصص هو المستشفى الوحيد اللي فيه علاج في الجلطات بالقسطرة. لذلك إذا اعتقدوا أن هذه الحالة تحتاج علاج يرسلوها للمستشفى التخصصي. لما يرسلوها للمستشفى التخصصي بعض الحالات نحتاج نعيد الإشعاعات من جديد ونقرر عليها مرة ثانية، لأنه يكون في بطء أو يكون في تأخر في إرسال المريض لأسباب يعني كثيرة. لذلك الآن في برنامج الذكاء الاصطناعي أول ما يجي المريض لأي طوارئ في هذه المستشفيات على طول يجي للدكاترة المختصين في الجلطات زي الألارم أو زي التذكير أو زي التوجيه في أن في مريض موجود في هذا المستشفى، فحين نطلع على أشعاته وناخذ المعلومات ونقرر عليه. لذلك كانت الفترة تتراوح بين ساعات يعني بالمتوسط في المملكة إلى دقائق تحدد هذا المريض يحتاج علاج أو ما يحتاج علاج. شكرا لك دكتور، نتمنى لكم التوفيق بإذن الله. لحيك، شكرا لك. شكرا استضافة. إذا حسن، كما ذكر الدكتور بدر العنزي أن سابقا كانت تعالج الحالات لتستمر لساعات، والآن بمجرد دقائق فقط يتم التدخل في إنقاذ المريض وتقليل المخاطرة عليه أيضا.
شكرا جزيلا لك، كنت معنا مراسلتنا من الدمام شيماء الزهراني، وشكرا كذلك لضيفك الكريم.